تعالي تعالي. وين رايحة؟ رايح الجامعة، ما عندي امتحان. لا عيوني، لا حبيبتي، تركي عنك اليوم الجامعة والامتحان، حفيدي أولى. أنا يلا يلا لقيت حجز مع المرة. عميمة يعني مو بيدي، هذه جامعة، هم ما يفهمون هالأمور. هم أنا مو بيدي، بس الروحة فيك فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيش قاعد تقولين؟ عميمة عشان خاطر حفيدك، يرضيك إن أم حفيدك تطلع راسلة بالجامعة، يرضيك؟ أنا هم ما يرضيني إن حفيدي ييني وهو زعلان. هالمرة بخليك تروحين، بس مرة ثانية بتين معي عند أم حسين الردادة. إن شاء الله. يلا تلفي. مع السلامة. صدقين الامتحان اليوم كان وايد سهل، ما توقعته كذي. كل شيء سهل بالدنيا، بس لازم يكون عندك هدف وتركزين عليه. لو سمحتي ممكن توقفين صوت الرمي وتكلميني؟ بعدين انتي ليدي، اختاري هوايه لايقه فيك مو رمي. والله هذه الهوايه الوحيده اللي احبها. بعدين اذا انتي وايد زعج صوت الرمي طلعي برا، ولا تدرين شلون؟ أنا لازم أدق على أم علي علشان توديك حق أم حسين، هي الوحيدة اللي تعرف لك. لا لا تكفين إلا أم حسين، اليوم طلعت من البيت بأعجوبة. مو عارفة شلون أنسي عمتي الموضوع. ما أعتقد الحريم الكبار ينسون، بتم قعدت لك قاعدة. إي تدرين ليش؟ لأنها فاضية صح؟ الله يشغلها يا رب بطاعته. بروح أقعد. تفضل. السلام عليكم فهد. عليكم السلام، هلا يبا. شلونك يا عبد الرحمن؟ شلونك يبا؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير الله يسلمك. حياك حياك حياك، سري استريحي بس استريح. يا رب حيا الله من يانا. الله يحييك. والله ما ادري ايش اقول لك يا عمي، بس وايد قاعد تحرجني.